السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة تاع برنامجكم اكتويتك، واللي راهو رايح يكون ان نيميرو سبيسيال لو 3 تاع لوس انجلوس، واللي هو لو بلو غران صالون دي نوفيل تكنولوجي في العالم. ومنه جيناكم بتقارير حصرية على لي دو كونسول ليدر في المارشي، الاكس بوكس 1 ولا بي اس 4، ومام لو تيست تاع لو جو بوردلاند 2. زيد لهذا لا بريزونطاسيون دو سيت اي دو لوجيسيال ومام دي زاستيس لتحسين نسبة تحكمكم في الكترونيات العالم الرقمي. تابعونا. الاكس بوكس 1 تعلن نهاية لي جو بيكسليزي وتفتح مجال لا سيميلاسيون ريال، وهذا كاع بوغ لو غران بليزير دي جيمر مع هذه لا ماشين على بوينت دو لا تكنولوجي. تابعوا معنا تقرير حصري عليها. الاكس بوكس 1 اي اول ان، ويعني باللي هذه لا كونسول نقدروا نديروا بها تقريبا كل شيء، حيث ان الاكس بوكس 1 كان فيها ان بلوراي، اون مانيت جديده، وان كينيكت بوستي، بلا ما ننساو لي كومبيتونس هارد تاع هذه لا كونسول، افيك ان بروسيسور اكس 86 ام دي جاغوار دو 8 كور كادونسي ا 1.6 جيجا هرتز و 8 جيجا دو ميموار فيف. وباش نذكروا بلي الاكس بوكس 360 كان فيها الا 512 ميجا اوكتي دو رام، فهذه لا كونسول هي بكل سهوله على بوان دو لا تكنولوجي. وباش تبان الاكس بوكس كيما لو ليدر في لي كونسول دو جو، اعلنت مايكروسوفت لا فان تاع الوقت اللي كنا نسويتشو فيه ما بين لي شان تي في ولي جو ديالنا، فمع هذه لا كونسول دوك نقدروا نسمعوا غنا، نشوفوا لا تيلي، ونلعبوا لي جو ديالنا، ونسويتشيو بين كل هذا بان سامبل كوموند فوكال. في فقرة اي تاك نقدموا لكم المنافس الاكبر لإكس بوكس ومايكروسوفت لا بي اس 4 دو شي سوني اللي كان تاني حاضرة في لو 3. الور السؤال المطروح هو شكون خير، لإكس بوكس 1 ولا لا بي اس 4؟ الاجابة هي عندنا ونعطيوها لك بعد هذه لا بريزونطاسيون. اخيرا نرفعوا الستار على لي كاركتيرستيك تكنيك تاع لا بي اس 4. فنبداو اولا بلا مانيت دويل شوك 4 اللي كان فيها بزاف لي فونكسيوناليتي كيما لا بار لومينوز، لا ديريكسيون دو موفمون، دو او بارلور. اذا فيزيونينا لا مانيت ولا كاميرا فنتحصلوا على هذا لو ريزولطا اكسترا اوردينار. في الاخير فانا نقول بلي كاع لي زانترنوت و لي كونسلتون اي تك قالوا بلي لا بي اس 4 بلو بيرفورمانت على الاكس بوكس 1، وهذا الراي دوكي تكونفيرما بعد خروج هادو لي دو كونسول في السوق.